بس كده احلى شيبس يا طاطا. عيوني بابا قلبي بابا كمان انا سوى دومي بابا وكان جبهي احلى اندومي كمان يا قلب بابا. عيوني بابا قلبي بابا جدو جدو انا جدو دويسي بجد يا طاطا بطعم ايه دوسة طعم مانجا اخد مية لا لا يا حبيبي ما بحبش المانجا لما خطيه جدو مية واحدة بس ماشي يا سيدة عشان خطرك انت بس صدق طعمها جميل قوي ايوه جد وقت بقى حقها حق ايه يا ابني انا اصلا مش عايز دولسي مش هتوقع مش هكايس كلت ايه بس هو مش انت اللي قايل لي كل حاجه يا كاكو يا طبعا تجيبني حاضر حاضر امسك ها تعرف انا جدو بألف انا تعرف تلف السبينر ده زي ايه ده يا ابني لفيت السبينر كده ازاي علشان انا جامد سبحان الله سبحان الله طب تعرف تخلي الصبارة دي تتكلم كده؟ وكمان بتكلم الصبارة طب قولي بقى ازاي؟ علشان انا جامد سبحان الله سبحان الله يلا تاتا تعاكل معايا عصير عصير ايه يا ابني دوت لك اكسب لا ولا عصير ولا كاتشب ده مايونيز انا بشتغل نفسي ما حدش يسألني طب خد يا تاتا البالونة دي بالونة ايه بس ايه يا شنطة؟ لا دي مش بالونة ولا شنطة دي كيسة بلاستيك انا بشتغل نفسي جدع يا بابس جدع ايه اللي في ايدك ده ابو سمسم ده الكلب الجديد بتاعي كلب ايه بس ده بلدي لا يا عم بلدي ده هاسكي اصبر عليه بس لما يكبر ماشي ابو سمسم ربنا يخليه لك حبيبي يا حود عايزك تروح تجيب له زبديه وتيجي على طول بس كده يا عينيا ايه ده هو ده انت بتاكل الزبديه بتاعت الكلب لا لا بدوق بس بتدوق هات يا بابس ايه يا زميلي هتجيب الفلوس من ابوك عشان نروح المصيف ايوه يا صاحبي ده احنا هنروح المصيف ونخربها طب يلا بقى روح هات منه الفلوس عشان نلحق بس كده حمامه عامل ايه يا بابا يا عسل تمام الحمد لله حبيب قلبي بقول لك ايه يا بابا كنت عايز 500 جنيه عشان اروح المصيف مع اصحابي كم فيها بس يا بابا بقول لك 500 جنيه عشان اروح المصيف قلبي بابا انا مت خلاص ماشي يا بابا خليك كده حاجة حلوة حاجة حلوة حاجة حلوة بتعمل ايه سمسم ببيع وبرزق بتبيع بكام الكيس بخمسة لا انا هاخد كل اللي معاك بخمسة لا لا كتير قصدي قليل يا عم ماشي الدنيا مفيش زباين طب هات 7 جنيه لا لا هي الخمسة قلت ايه ماشي موافق امسك هات خد ماشي يا صاحبي اهم حاجة انت مرضي مرضي قوي الحمد لله رزقت بقول لك احوده معايا ليك حته بيضه هتخليك مليونير بيضه ايه يا ابني اللي تخليني مليونير انت عبيط يا عم انت مش فاهم حاجه اصل البيضه ده هتفقس ذهب ذهب انت بتتكلم جد ولا ايه ايوه يا عم بتكلم بجد انا عمري كذبت عليك طب وعلى كده بقى تجيب ذهب بحوالي كام يعني يا صاحبي ممكن تجيب لك حركه مليون جنيه كده مليون جنيه طب انا هشتريها منك ماشي يا صاحبي بس بشرط ايه هو ما تفتحهاش الا ما امشي وانا موافق هتبيعها بكام 200 جنيه امسك هات خد سلام يا صاحبي لما افتحها ايه ده كتكوت خد هلا تشرب يا معوض لا مش عايز يا جدع خد شويه طر على صدرك يا عم مش عايز خلاص براحتك قول لك شويه ما كمل اول يا معوض امسك ماشي اساعدك ساعد نفسك الحمد لله عيل معوض اح اوضة عامل ايه تمام الحمد لله سمسم اللي انت بتشربه ده في يا عم ده عصير جهينة جهينة يا ابني ده في مواد حافظة وغلط عليك عادي يا صاحبي دي مواد حافظة يعني ما بتعملش حاجة دي تتعب لك بطنك عادي وكمان تصدع لك دماغك ما يهمش وايه الجديد يعني وتضعف نظرك ما كده كده ضعيف الحمد لله وتموتك بقى يا صاحبي كلنا هنموت ماشي يا عم سلام مفكرنا اسيبه له بقول لك ايه يا حوده معايا جهاز كشف الكذب تيجي نلعب لا لا يا صاحبي بلاش يا عم ما تخافش انت لو بتقول الحقيقه الجهاز مش هيعمل لك حاجه لو بتكذب هتتكهرب ماشي يا عم نجرب امسك يا صاحبي هات اول سؤال ايه اكتر اكله بتحبها بطاطس باللحمه صح طب وعلى كده بقى حوده بتحبني ولا لا طبعا يا صاحبي بحبك ايه ده انت بتكرهني عيل كذاب